عكسة عملها من لا يفهم. قصة تدخل الدولة في العلاقة بين الملك والمستأجر قصة الناس مش حافظاها. اسمح لي أقول لك باختصار شديد. أول تدخل كان في 15 ديسمبر 52 دون داعي، دون داعي. بقول تاني، الدولة خفضت الإيجارات 15%. أول مجال عبد الناصر عايز يكسب الشعب، فدون أن يدرس تأثير ما سيفعله راح مخفض الإيجارات 15%. ما كانش فيه أزمة سكن، وما كانش فيه إيجارات غالية، ما كانش فيه أي حاجة، لكن أهو تصرف غير مدروس من قائد يريد أن يكسب تسقيفة من الشعب. نعم. ما حدث بعد ذلك، الناس بطلت تبني. كان كل الإسكان في مصر ملك الشعب، كانش الدولة تمتلك حاجة نهائي. كان كل الإسكان في مصر، عشان أكون صادق، لكن الدولة كانت تمتلك حاجتين، مدينة العمال في إمبابة والألف مسكن في الزيتون. دول كانوا بالدولة بنتهم للعمال. خلاف دول كل من أسوان لإسكندرية دي عمارات أو شقق ملك المواطنين المصريين. نعم. كويس؟ كويس. رجع عبد الناصر خفضها 15%، الناس بطلت تبني. بعد شوية ده كان أحسن سبيل للإدخار وأسهل سبيل للإدخار، مش عايز صنعة، بدأ الناس تبني تاني. 54 بعد بسنتين طلع عبد الناصر قانون، وهو قانون اسمه البناء والهدم. بمعنى حضرتك ما تقدرش تهد اي مبنى في ملكك الا باستئذان الدوله. كويس؟ ثم طلع قانون تاني اللي هو الحصص. قال لك السنه دي القاهره هنديها حصه مثلا، انا مش فاكر الارقام، 10 مليون. اسكندريه 4، وكل محافظه رقم. معنى كده ايه؟ انك انت تقدر تبني وحدات سكنيه في القاهره في حدود 10 مليون فقط. لو جيت انت تبني وال 10 مليون دي اتبنوا فعلا، يقول لك استنى السنه الجايه. معايا حضرتك؟ خلصوا ال 10 مليون في مارس، حضرتك عايز تبني، انت مواطن مش عندك رخصه، استنى السنه الجايه. بعد كده بطلع حاجه ثانيه، قسم ال 10 مليون دي الى مستويات، نسبة منها الإسكان الفاخر، إسكان فوق متوسط، إسكان متوسط، إسكان اقتصادي. جاي تبني حضرتك في الزمالك مش هتبني إلا إسكان فاخر. خلص الإسكان الفاخر في يناير، استنى يناير الجاي. أو خد إسكان اقتصادي، ابني بقى عشش وابني. كل هذا الكلام كان عبد الناصر قاصد إيقاف البناء. ليه؟ لتتجه الفلوس إلى الصناعة. هو كان غرضه نبيل، لكن هو ما كانش فاهم تأثير ما سأفعله على خراب قطاع الإسكان حتى ما هو في حتى الآن. نعم. كويس؟ كل ده أثر في إن الناس بطلت تبني، بطلت تبني، بطلت تبني. نعم. سنة 61 أو 62 أنا قلت لك هخفض الإسكان، خفض الإيجار 15%. 61 او 62 مش فاكر، 62 خفض ما لم يخفض، يعني اللي اتبنى بعد 15 ديسمبر 52 حتى 62 خفضوا 20%. دول يعني فاتوا مني ليه؟ انا الحق نجيبهم كمان. 63 خفض كل 35%، اتخفض 15 زود عليه 20، واتخفض 20 زود عليه 15، 35%. بقى كل اسكان في مصر اتخفض 35%. 64 طلع ما هو خلاص اوقف البناء، وهو قال لحضرتك لما تيجي تبني مالكش حق تأجر بالرقم اللي انت عايزه، تيجي لجنه من الدوله تقدر لك القيمه الايجاريه. انا بنيت عمارتي في مصر جديده بفلوسي، اقف تيجي لجنه من الدوله تقول لي الشقه دي ب 18 جنيه، الشقه دي ب 6 جنيه،